وصفتنا جداً لذيذة وسهلة وخفيفة والأهم سريعة. سلقي لك دجاج مع بهارات حب وسحبي. هذه مكونات وصفتنا. بنسوي جلاش بالدجاج مع الجبن الشيدر، طعمها جداً جداً لذيذ. متأكدة راح تحبونها. سوي حشوة الدجاج المفضلة عندك، أنا راح أصلح معاكم حشوة اليوم بإذن الله بتعجبكم. نحط البصل. أحب كذا بنات يصير لونه متوقف. راح أضيف الطماطم ونشبكها. عندي هنا الدجاج ونسكر. هذول خبر البنات حسب الكمية اللي تبيها طبعا. نخلط مع بعض. بضيف الجزر بس كله. الحين بنضيف البهارات. مجموعة التوليفة كلكم بهارات الدجاج بس لا تكثرون بنات، لأن ما شاء الله ريحة البهارات اللي فيها مرة حلوة. شو هذا؟ زنجبيل، بابريكا. أنا أحب البابريكا، البابريكا حقتنا توقف فما فيها لون. اللي تقول فيها لون، ما فيها ألوان، كل بهاراتنا خالية من الجلوتين والمواد الحافظة والملونات. فلفل أسود. هنا نضيف الملح. بقلب هذول مع بعض، بطفي الحرارة، بضيف بقلبهم شوية لما طفي، بضيف بقدونس، بضيف شوي رانش. يعني شايفين حتى يمكن ما تجي، يعني دوب ملعقة. واخلط كل هذه المكونات مع بعض وتصير حشوتي جاهزة. أنا مطفية الحرارة، خلاص كذا صارت جاهزة. فكرة الحشوة هذه تقدرون تستخدمونها لأي شيء، تحشون فيها بيف باستري. أنا حصلت فيها جلاش اليوم، تقدرون تسوون فيها بيف باستري، تقدرون تحطونها الحشوة للفطاير، مرة حلوة. يعني حتى لو زاد معاي راح أتركها، يمكن أسوي فطاير وأحشيها فيها، بس مش اليوم الفطاير. عندي هنا طبقتين من الجلاش، راح أدهن الطبقة الأولى بالزبدة. خلينا ندهنها وأرجع. الطبقة الثانية راح أحطها فوقها بهذا الشكل. خلكم متابعين معي خطوة خطوة، ترى مرة سهلة ومقرمشة وحلوة ولذيذة. نصير الحين نبدأ نحط عليها حشوة الدجاج، نوزعها بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. أنا بحطها وأبدأ أوزعها. خليني أخلصها كلها ونرجع. راح نحط جبن شيدر وكتر يا حبيبتي، فبحط الجبن ونرجع. راح يصير الآن راح أبدأ ألفها رول بس عريض زي ما انتم شايفين كذا، عرفتوا؟ كذا وخلصنا. قطعتها هنا بالنص علشان تقعد في الصينية حقتي بهذا الشكل، وهذه الثانية بحطها هنا. خلنا خلصت بعد بسوي واحدة وبعدين بعلمكم ايش راح أسوي. هنا الكمية كلها راح نقطعها، نسوي فيها حزوز كذا عشان تطلع للوحدة بهذا الحجم. فأنا بقطعها الحين وارجع لكم. شوفوا بنات بهذا الشكل، عشان بعدين خلاص كل واحد تصير عنده قطعته. تقوم بسويها ثلاثة يعني، فبتطلع معي تقريبا 12 قطعة. نسويها الحين راح ندهن زبدة ونكثر شوي، عرفتوا؟ ممكن تسوونها زي البورك، تسوون لها خلطة البورك اللي عبارة عن حليب وبيضة وزبدة أو زيت، بس أنا ما بيها خلطة البورك. خلطة البورك بتخليها شوية طرية، هذا بتكون مقرمشة. يا جماعة رشة سمسم وحبة البركة، ما تبون حبة البركة براحتكم. طبعا هنا قاعدة أحط حبة البركة مع السمسم وخلاص، بتدخلينها الفرن لين تتحمر وتتقمط، وانا بدخلها بعدين. بس يا جماعة طبق شهي وحلو ولذيذ، متأكدة راح تحبونه. طبعا هذا قلاشنا من قلب الحدث، شويات ويخلص، يبغى يتحمر أكثر.